لما ندخل غرفة النوم هذه نجي هنا للمنظر نشوف ان المنظر بشع. شايفين الفكرة؟ المنظر بشع. خلنا نفتح لكم الشباك. شوف المنظر هنا. هذا ملحق. هذا ملحق. وهذا الحوش. هذا ملحق غير مستفاد منه. سطح. نستغل المساحة. نزلنا الأغراض هنا. نزلنا الأغراض كاملة. بإذن الله راح يكون زي الجسر هنا. وبتشال نفس اللي هو الطرف هذا. الطرف هذا شوفوا الطرف هذا راح يكسر. انه هو هنا شوفوا ركزوا. اللي هو هذا. هذا الطرف هذا راح يكسر وعلى اساس انه الصاج يتواسى مع نفس السطح. بدينا بتكسير الحافة الان من هنا كاملة. وتكسير الحافة ايضا هذه. حطينا كامل كسرنا هذه كاملة. والجسور. الجسر هذا هو اللي يجيك حرف تي فوق حرف تي تحت هذا. وهذا التيوبات بتشوفوا الحين. ان شاء الله ركبنا المرحلة الأولى. بعدها بتركب حرف يو هذه الشريحة الثانية الحين. نركب الشرايح كاملة. مستمرين بالشغل حتى بالليل، مستمرين بالشغل حتى بالليل. ركبنا اللي هو الجسر الأول والجسر الثاني على شكل مربع. راح نغطيها كامل حرف ال هذا كله راح يتغطى. جسر الآن وهذه شرايح بيعبونها كلها شرايح كاملة. هذا تركيب الجسور على أساس إنه يكون قوي مرة. وصلنا بين القطعة هذه القطعة هذه إلى نصير متصل. الآن نركب الوصلة. هذه الشرايح موجودة. هذه الوصلة جالسة على أساس إن نقصها من هنا كاملة. تفتح هنا. تكسير المنطقة الآن. حتى بالليل الشغل متواصل. هم يزال الشباك. إزالت الشباك الآن. يذبحني يا الشوق دام الشوق مجنونك حتى وانا جنبك على شوق تشعاني يا غاية القلب كيف الحال وشلونك من غبت عني وانا للحين مرضاني يذبحني يا الشوق دام الشوق مجنونك حتى وانا جنبك على اشواق تشعاني يا غاية القلب كيف الحال وشلونك من غبت عني وانا للحين مرضاني يذبحني الشوق ويذبحني الشوق يذبحني الشوق دام الشوق مجنونك تغيب وامرض لا شفت النور